السلام عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا لا فيديو ان شاء الله وتحت الطلب ديالكم غندير لكم الغيزومي ديال لو شابيتر 1، وفي نفس الوقت غنديروا لا سيتوياسيون دو باساج ديالو، غادي نوريكم كيفاش تخدموا لا سيتوياسيون دو باساج على حساب اي حدث كاين في لو شابيتر 1. نبداو على بركه الله الغيزومي ديال لو شابيتر 1 اللي كاين في الفصل ديال ليفير، في الفصل ديال الشتاء. نتمنى كلشي 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 يكليكي على جنب باش هكا يطلع على فيديو شويه، وشي كومونتير للتشجيع، ومرحبا بالاقتراحات ديالكم. اول حدث كاين في لو شابيتر 1 ديال لو رومو اوتوبيوغرافيك لا بوطا ميرفيد احمد صفريوي هو هذا. Le narrateur adulte se rappelle son enfant solitaire. Le narrateur adulte, Rawi, اللي هو مني كبر، يعني سيدي محمد مني كبر، ماشي سيدي محمد مني كان عنده 6 سنين، سيدي محمد ادولت يعني مني كبر. Se rappelle, يتذكر son enfant solitaire، يعني الطفولة ديالو اللي كانت وحيدة بزاف. Il présente la maison où il habite avec ses parents et d'autres locataires. يعني كيقدم لينا الدار فين ساكن مع الوالدين ديالو اللي هما لالا زبيدة والمعلم عبد السلام، اي دوطخ لوكاتير وسكان وحدين اخرين. هاد الدار هادي هي اللي دار الشوافة، يعني لا ميزون دو لا فويونت، دار الشوافة ولا دار لالا كنزة. في السفلي لالا كنزة مولات الدار هي اللي ساكنة وكدير دوك الطقوس ديال القناوة وكتيجيو عندها الناس ديالها والكليان ديالها. في البرومي ايطاج ساكنة رحمة مع راجلها دريس العواد اللي عنده 40 عام، مع بنتهم زينب اللي عندها 7 سنين اللي ما كيحملهاش سيدي محمد. في الدوزيام ايطاج ساكنة لا فامي دو ناغاتور، يعني العائلة ديال البطل ديالنا اللي كتكون من المعلم عبد السلام اللي عنده 40 عام مهنة ديالو تيسوغو، لالا زبيدة 22 عام جالسة في الدار، و سيدي محمد لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا اللي عنده 6 سنين. في نفس ليطاج اللي هو لو دوزيام ايطاج كيساكنين فاطمة بزيوية مع راجلها علال لو جارديني. عقلو مزيان على هادشي هذا. الحدث الثالث، Il raconte avec amertume une scène bas mort. كان كيعاود لينا سيدي محمد في لو شابيتر 1 عاود لينا على ديك المشيه اللي مشى مع عمو للحمام. لو بام مور هو الحمام، مشى للحمام مع عمو والحمام كيعتبره هو جهنم، لونفير كيعتبره جهنم، ما كيحملوش وما كيقدرش على ديك الحراره ديالو، ما كيحملش يمشي للحمام. يعني كيعاود لينا هو مسغدد المشيه ديال الحمام اللي مشى ليها بزز مع لالا زبيده. لو لوندومان دوما يعني الغد ليه من ورا ما مشى للحمام مع الام ديالو، لالا زبيده اللي هي لا مير لالا زبيده الام ديال سيدي محمد، غاكونتي لا سيونس ا توت لي فوازين، بدات كتعاود لكاع الجيران داك النهار اللي دوزاتو في الحمام. لو شابيتر 1 الاخر ديالو غادي يكون فيه لا ديسبوت اونتر لالا زبيده اي رحمه، غادي تكون فيه واحد المطايفه واحد المقاد مضاربه ما بين لالا زبيده اللي هي لا مير دو ناغاتور ما بين رحمه اللي هي ماما زينب اللي ساكنه في البرومي ايطاج. هادو هما الاحداث المهمين اللي كاينين في لو شابيتر 1. ندوزو دابا باش نوريكم كيفاش كنصوبوا لا سيتوياسيون دو باساج. بين قوسين نهار الامتحان الجهوي قليل اللي كيتعرف على لو شابيتر، يعني غادي هادشي هذا غينفعك بزاف 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 في الفرض، ولا بديتيه من الاول تقدر تولي عندك البوسيبيليتي انك تعرف لو شابيتر نهار الامتحان. علاش؟ حيت لو شابيتر فيه بزاف 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 ديال الاحداث كيف شفنا، ماشي بحال القصص اللي غادي نجيو نشوفو قبل ان شاء الله. داكشي غادي مقاد هنا كيبقى يعاود لينا حاجه يدوز لحاجه اخرى يدوز لحاجه اخرى، وعندنا بزاف ديال لي شابيتر. ندوزو باش نشوفو لا سيتوياسيون دو باساج، اللي باقا ما كليكاش على جامي كليكي عليها ويفعل زر الجرس باش يوصلكم اي جديد. بالنسبه لا سيتوياسيون دو باساج كيف عارفين اغلبيه ديالكم كتجيهم صعيبه، علاش؟ حيت خصنا نهضروا على الحدث اللي وقع قبل من داك الباساج اللي عطاتكم الاستاذه او اللي عطاكم الاستاذ، ونهضروا حتى على الحدث اللي عندكم في داك ليكستري. كيفاش غنديروا لهاد اللعيبات بجوج؟ تبعوا معايا لا فيديو. سو باساج سو سيتو او ديبي دو رومو اوتوبيوغرافيك لا بوطا ميرفيد احمد صفري، ومادام حنا كنخدموا في لو شابيتر 1 يعني هذه هي البدايه ديال القصه ديالنا، يعني داكشي علاش درت او ديبي دو رومو، ما نبقاوش نديروها ديما على حساب لو شابيتر. قلنا هاد لو باساج اللي عندنا مأخوذ من السيرة الذاتية اللي هي لا بوطا ميرفي اللي كاتبها لينا أحمد صفري، ومأخوذ من البداية. إلي جوست أبخي، ضروري غنقولو هاد الباساج هذا اللي معطي ليا راه جا من بعد، يعني جا هاد الباساج هذا اللي عندي جا من بعد ما وقعت شي حاجة، يعني هنا غنذكر الحدث اللي وقع قبل.
غنذكر فهاد البلاصه اللي خليت لكم فيها النقاط الحدث اللي وقع قبل. ايسي لو ناراتور نو هنا في هاد البارتي هادي اللي هنا غادي نديروا الحدث اللي كاين دابا في لو باساج اللي معطي لكم، يعني في البلاصه ديال النقاط الاولين غنديروا الحدث اللي قبل، وفي هاد البلاصه هادي اللي خاويه غنديروا الحدث اللي كاين في ليكستخيل اللي معطي لكم في الفرض او في الامتحان الجهوي. وهذا الشيء هذا منين غتجيبوا الحدث اللي قبل ومنين غتجيبوا الحدث اللي عندي في لو باساج غادي نوريكم دابا كيفاش غديروا ليها. جيبوهم من هاد الافكار اللي درت لكم انا وهاد الغيزومي ديال لو شابيتر 1. ناخذ واحد المثال، مثلا حنا في لو باساج اللي معطي لينا نهار الفرض او نهار الامتحان الجهوي داوين لينا على الحمام، يعني الحدث ديالنا هو الحمام. اشنو اللي وقع قبل الحمام؟ اللي وقع قبل الحمام ان سيدي محمد بدا كيوصف لينا في دار الشوافه وفي الناس اللي ساكنين فيها. اذا كيفاش غادي نديرو لا سيتياسيون دو باساج ديالنا؟ غادي تولي سو باساج سو سيتو او ديبي دو رومون اوتوبيوغرافيك لا بوطا ميرفي د احمد الصفريوي الي جوست ابري الحدث اللي هو الحمام جا من ورا ايش جوست ابري اي لا ديسكريبسيون دو دار شوافا اي دو سي لوكاتير. ومني غنوصلوا هنا غنديروا ايسي لو ناراتور نو راكونت افيك اميرتوم اون سا او با مور، يعني الحدث ديالنا هو هذا. سيدي محمد اشنو كيدير هاد ايل؟ راه هي لو ناراتور وهي لو بيرسوناج برينسيبال ديالنا، يعني غنحيدو هاد ايل وغنديرو غاكونت افيك اميرتوم اون سان اوبامور، يعني كيعاود لينا هو غيتفرقع واحد الحصه اللي مشى فيها للحمام مع الام ديالو. والحدث الفراغ الاول غادي نكتبو فيه هادي البريزونطاسيون دو لا ميزون ابيت لو ناراتور افيك سي بارون اي دوطرو لوكاتير. نتمنى ان الميساج يكون وصلكم وهكا تكون وضحت لكم لا سيتياسيون دو باساج. الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله والى معلومه جديده. الى بغيتو نكمل بنفس الطريقه لي زوطرو شابيتر ما تنساوش كليكيو على جيم وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وخليو لي كومونتير للتشجيع.